عالج قانون أحكام الأسرة ثلاث حالات لتوفير المسكن للحاضنة، وهي بدل السكن أو توفير مسكن أو قسمة سكن الزوجية السابق. ما نراه من مشاكل الآن بأن يتقاعس الطرف الآخر عن توفير المسكن للحاضنة، وهذا تم علاجه عبر نص المادة 25 من قانون المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2022، والمعني بإيقاع الغرامة التهديدية على المنفذ ضده في حال تقاعس عن توفير المسكن. وهذا النص عالج غياب نص المادة السابق في قانون التنفيذ السابق، والذي كان يقضي بالحبس، إيقاع الحبس على المنفذ ضده. فنجد بأن نص المادة 25 عالج هذه الجزئية في حمل الطرف الآخر على التنفيذ.